بص، هو بيمثل بالنسبة لي ان هي التاريخ ده قبل الاستفتاء على الدستور، وهي رسالة موجهة للشعب المصري بدون ما اتكلم، يعني ان احنا ننزل جميعا للاستفتاء على الدستور، وفي نفس الوقت انا بعرف الناس كلها بالحملة، لان الشباب الحملة كلهم ناويين ينزلوا في اثناء الاستفتاء للتوقيع بالامر لكل الناس كلها، ان هي طبعا مش بالامر طبعا باختيارهم يعني، ولكن اللي عايز يوقع هيوقع، لكن بالامر ان احنا هنوقع على هذه الاستماره، استماره بامر الشعب. طبعا طبعا طبعا، كلنا اصل احنا كلنا بنعمل لاجل مصر، ولا واحد بيبحث عن منصب او على مركز او عن سلطه او عن اي شيء، كل هذه الجموع جايه محبه في الفريق عبد الفتاح السيسي، واكيد اللي بيحب الفريق اكيد مليون في الميه هيتجمعوا كلهم، حتى لو في اي حد بينه وبين اخر خلاف او انشقاقات، كلنا هنتجمع كلنا تحت بامر الشعب باذن الله. عايز اقول لهم احنا خدنا تجربه مريره جدا الثلاث سنين اللي فاتوا دول، وبتمنى ان احنا نتعلم من هذه التجربه شيء، ان احنا نعمل، العمل هو اهم حاجه، والفريق نفسه يعني اعتقد ان هو هيشجع الجميع على النزول للعمل. اشكرك.